متعلم اكاديمي. هم هناك عندهم الحته دي، الموازنه ما بين الاثنين، انه ازاي بيقدروا يوازنوا ما بين ان انت تعلمي تبقي ديزاينر شاطره، وفي نفس الوقت محدش صنايعي يجي يضحك عليك يقولك التقنيه دي ما بتتنفسش. فدي اختلاف بيت جميل شويه عن اي مدرسه تانية، وبفرق الديزاين، لان معظم الديزاينز اللي في السوق بتبقى مش مظبوطه كرسم او كقطعه للشكل نفسه او كده. يعني بميل للخامة قوي من زمان، يعني كان نفسي أتعلمها، وكنت بدور على ورش في الحسين والجمالية وكده، لأن هم أصل الحرفة هناك طبعا، فكنت بدور على ده من زمان، بس ما كانش في ورشة بتقبل إن هم يشغل يعني يدربوا بنت أو يتحملوا مسؤولية إن بنت بتتعلم حاجة زي دي في وسط صنايعية كتير وكده. فيعني بيت جميل كانت بالنسبة لي فرصة مناسبة إن ألاقي الحتة اللي كان عندي شغف فيها وفي نفس الوقت بتقنية عالية. اول التحديات انه اصلا خامة النحاس تقيلة، مش خامة بسيطة انه بنت تشتغل بيها يعني. بس طبعا انه كان عندي شغف لده، فكنت حابة اتعلمه قوي. يعني هي مسكة المنشار ومسكة القلم والشاكوش صعبة، بتحتاج مجهود يعني مش سهلة. فدي اول حاجة. تاني حاجة انه طبعا اساتذتي في بيت جميل خارج الكلام ده، بس بره بقى لما بنيجي نشتغل مفيش ناس كتير صناعية بيطلعوا في السوق، يعني بيطلعوا كواليتي محترم سواء في الفينش او الاكسده مثلا او اللحام او الكلام ده كله. فانا طبعا ما عنديش في الورشه بتاعتي ان اقدر اعمل كل مراحل الشغل. نفسي بحاول ان انا اوظفها بزخارف من الحاجات القديمة بتاعتنا، بس في نفس الوقت تنفع لبيوتنا دلوقتي. فهي خامة سارية جدا، وفي نفس الوقت الفن الاسلامي فن ساري جدا، مليان تفاصيل كتير نقدر ان احنا يعني نعيد توظيفها تاني في حياتنا اليومية وفي بيوتنا دلوقتي. ويعني طبعا اللي اقوله انه لو حد عنده شغف لحاجة يفضل يسعى فيها لحد ما يوصل للي هو بيحلم بيه يعني. أعرف حاجة عن الفن الإسلامي خالص في وقت الكلية، كنت بس خدت حاجات بسيطة قوي، ما كنتش أعرف أي حاجة عن القواعد بتاعته. فتعلمت من هناك فكرة أصلا الزخارف، إنه إزاي أبدأ أحلل تصميم وأرجعه لأصله سواء هندسي أو نباتي، وأبتدي أوظف التصميم ده في مساحة جديدة. دي كانت حاجة بالنسبة لي جديدة ما كنتش أعرفها. وكتقنية، تقنية النقش على النحاس دي تقنية أنا برضو ما كنتش برضو متخيلة انها اقدر اطلع فيها يعني شغل كده.